الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآيات وغيرها من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أن الأصل والأساس في هذا الدين هو توحيد الله سبحانه وتعالى وإصلاح العقيدة في الرب جل وعلا. ولذلك واجه الرسل أقوامهم جميعا عليهم الصلاة والسلام بدعوة التوحيد والنهي عن الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأنه الأصل العظيم وأساس الدين وأساس الأسس وأصل الأصول. وما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس إلا للتوحيد، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليعبدون يعني ليوحدون، فما خلقنا الله إلا من أجل التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به المشركون الأوائل وضل فيه المشركون الأواخر، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهو الذي وقع فيه النزاع قديما وحديثا، أن يفرض الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات الظاهرة والباطنة، من الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشية إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وهذا الذي ضل فيه المشركون الأوائل، وحارب من أجله النبي عليه الصلاة والسلام أهله وعشيرته من المشركين. أما توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فقد أقر به المشركون الأوائل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غيرها من الآيات. ولكن الآن ضل المشركون في هذا الزمان في جميع أنواع التوحيد، ضلوا في توحيد الربوبية، فادعوا أن هناك خالقا مع الله سبحانه وتعالى، كما قال البرعي السوداني، قال: مصطفى عركينا مع ودعالي المكروم وتتى الفلاتي القلب العود مفهوم. وترجم القصيدة بقصة أن الحاج تتى الفلاتي ذهب مع تلميذه إلى الغابة ليحضر من الغابة خادمة، امرأة خادمة، فأمر التلميذ أن يقطع عودا بقامة إنسان ويكسوها الثوب، ففعل التلميذ، فأخذ الشيخ سبحته بهمة عالية كما ذكر البرعي كذبا وزورا وبهتانا، قال: إلى أن تحرك العود من تحت الثوب، فقال الشيخ للعود: بخيتا بخيتا بخيتا، قالت: نعم سيدي، فأخذها إلى زوجته. وهذا كفر بالله عز وجل، لم يكن حتى عند أبي جهل ولا عند أبي لهب. وكذلك الجفري الصوفي المحترق الزنديق يدعي أن غير الله سبحانه وتعالى يقول للشيخ فيقول، ويدعي أن الولي، يعني من شيوخ الصوفية، هم ليسوا بأولياء جميعا لله عز وجل، هم أولياء الشياطين، ولكن كما يقول هو أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن أمه. وهذا كفر لم يكن حتى عند المشركين الأوائل، لا عند أبي جهل ولا عند أبي لهب ولا عند عقبة ابن أبي معيط ولا غيرهم من الكافرين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وأولئك ضلوا، أعني أصحاب هذا الزمان من مشركي زماننا، ضلوا حتى في الربوبية، وضلوا في الألوهية، وضلوا كذلك في القسم الثالث في الأسماء والصفات، فعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وأولوها وحرفوها عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجب على الدعاة إلى السنة وإلى السلفية والمنهج الصحيح أن يعتنوا بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك حيثما كان في كل زمان ومكان، وأن لا يلبس عليهم الشيطان على الدعاة
أن ينصرفوا عن الدعوة إلى التوحيد إلى غيرها. لا بأس أن يتكلم الداعية في باقي أمور الإسلام، ادخلوا في السلم كافة كما قال تعالى، ولكن نحن نتكلم عن التركيز الأكثر. أين يكون التركيز الأكثر؟ يكون في العقيدة وفي دعوة الناس إلى التوحيد وإلى المعتقد الصحيح، ومحاربة الشرك وأهله من عباد القبور وعباد القباب وعباد الأضرحة الذين يتبركون بها ويستغيثون بأصحابها ويطلبون منهم المدد، إلى غير ذلك مما يفعله الصوفية والرافضة وغيرهم. فلا بد للدعاة أن يعتنوا بهذا الأمر، وهو أهم أمر على وجه الأرض. وما ظهرت العداوة للرسل إلا بالتوحيد. لم يعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصدق الذي هو من الإسلام، ولا من أجل الأمانة التي هي من الإسلام ومن الدين، ولم يعاد من أجل صلة الرحم التي هي من الدين ولا غير ذلك، إنما عودي لما صدع بالتوحيد، لما نبئ وأرسل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يصير نبيا كان يصل الرحم ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويقلب الضيف، وكان صادقا وكان أمينا ويلقب بالصادق والأمين. فما عادوه أهله إلا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لما دعاهم إلى التوحيد قالوا له تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة الدعاة لا بد فيها من الصراحة والوضوح والبيان، ولا يجوز الإجمال في التوحيد، لأنه حق الله على العبيد. لو طلب إنسان حقه وذهب إلى القاضي واشتكى جاره في حق في شبر من الأرض، فإنه يفصل للقاضي هذا الشبر يقع في الناحية الشمالية الجنوبية والجنوبية الجنوبية الشمالية، إلى وهو شبر من الأرض، هذه الدنيا الملعونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حق الله في التوحيد نتكلم كلاما مجملا، كقول بعض الدعاة إما الجهل وإما الكذب، يقولون التوحيد أمر فريد وأمر جميل وعالم جميل، هذا باطل ولا يفصلون، هذا كله باطل. لابد في التوحيد أن تبين التوحيد وضده الشرك، وأن تبين أهل الشرك من هم ومن دعاة الشرك، تبينه للناس الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومن تلبيس إبليس على كثير من الدعاة أنهم يقولون إننا في هذه البلاد أو في غيرها ليس لنا قبور تعبد ولا شرك يرفع ولا غير ذلك، ولذلك لا نتكلم بالتوحيد، أنا نتكلم في فضائل الأعمال وقيام الليل إلى غير ذلك. هذا من تلبيس إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونهاه عن الشرك، هل أنتم أفضل منه عليه الصلاة والسلام؟ قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعدما ذكر الله 18 نبيا في سورة الأنعام قال عقب ذكرهم وذكر فضلهم وأعمالهم الصالح وعباداتهم العظيمة أنبياء ورسل، قال بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وموسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. والعجيب والغريب أن دعاة الشرك من الصوفية والرافضة وغيرهم يتكلمون في شركهم وينشرون باطلهم وكفرهم بقوة ووضوح وتفصيل وشبهات من هنا وهناك. نعم هو باطل، ولكن يتكلمون في باطلهم بقوة وبتفصيل وبصراحة وبجرأة في القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى غير ذلك. وكثير من دعاة الحق
يتلونون ويميعون قضية التوحيد، وهذا ما أضاع كثيرا من الأمة، والله المستعان. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.